في تدريبات النادي الأهلي. مساء الفل عليك يا كريم. مساء الفل عليك يا شيماء، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. عايز اعرف منك كالعاده طبعا اهم التفاصيل والكواليس الخاصه بتدريب النادي الأهلي النهارده استعدادا لطلائع الجيش يوم الاربعاء ان شاء الله. كالعاده كل مره بناكد على حاله التركيز الكبيره يا شيماء والروح المعنويه المرتفعه لفريق النادي الأهلي بعد الفوز الاخير. الاداء والنتيجه كان شيء طيب جدا في ظل ظروف استثنائيه وصعبه على فريق النادي الأهلي، في عدد اصابات كبير جدا بيضرب فريق النادي الاهلي، لكن مرحله مهمه، مرحله محتاجه تركيز، وده اللي بالفعل بنشوفه في المباريات وفي التدريبات ايضا. يعني تدريب النهارده كمان كعادته يتسم بالتركيز والاصرار الكبير والجديه كمان في التدريبات اللي احنا يمكن لامسينه في ارض الواقع. مستر مارتن لاسارتي فيه اهتمام كبير جدا بتنفيذ الجمل التكتيكيه، تصحيح الاخطاء بشكل مستمر في المباراه الاخيره وفي بعض التدريبات. النهارده يمكن حضور جميع اللاعبين كالعاده، بدا التسجيل النهارده الساعة 4 عصرا على ملعب مختار الاتش، يمكن نقدر نقول في البداية 5 دقائق أو 10 دقائق بدني بالنسبة لألكساندرو مخطط الأحمال، ثم تدريبات الكرة الخفيفة اللي بيحاول مستر مارتن إن هو ما يبقاش فيه زهق للعيبة النادي الأهلي من تدريبات الكرة نظرا للتلاحم الكبير جدا للمباريات والمعسكرات، وأيضا كمان سفر السفر الإسكندرية، مباراة الماكس ومباراة كمان طلائع الجيش في استاد الماكس. فأكيد بيبقى في حالة ملل اللعيبة، لكن يمكن بفكر المحترف للجهاز الفني بيحاول إن هو يبقى بعض التدريبات فيها كرة لكن ما فيهاش أحمال بدنية عالية. الأشياء كمان المطمنة جدا لكل جمهور النادي الأهلي إن إحنا بيرجع لنا أكثر من لاعب في هذه المباراة. عايز أطمنك بشكل عام على حسين الشحات، بيظهر بشكل مميز النهارده، شارك في التدريب بكل قوه، بيعلن جاهزيته ان شاء الله سواء للمشاركه او الوجود في القائمه. شريف اكرامي ايضا كمان بيعلن جاهزيته لمواجهه طلائع الجيش. تدريب كالعاده في اداره الحراس التدريبات الشاقه دعت بشكل كبير، شريف واضح ان التصميم وتركيز كبير جدا. ايضا كمان يمكن بعض المواقع قالت ان باسم علي عنده اصابه او خرج من اصابه، باسم علي جاهز ايضا النهارده، شارك بكل قوه، شارك امس كمان واعلن جاهزيته. دي من الاشياء المميزه جدا بجانب عوده عمرو السوليه الشناوي، اللعيبه اللي كانت طبعا حاصله على 3 انذارات، تدعيم مهم جدا لفريق النادي الاهلي. بينضم لهم ايضا كمان محمود وحيد صحيح، كان المفروض برضه كان 48 ساعه وهيرجع، لكن النهارده متواجد مع الفريق في التدريبات الجماعيه. الامور كلها يا شيماء مطمئنه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. المباراه اللي جايه مباراه صعبه جدا، محتاجه تركيز كل المباريات القادمه، تعتبر مباراه الكوس للنادي الاهلي. لكن كمان يمكن الجهاز الفني بيعدل التدريب، يمكن كان امبارح تدريب الساعه 4 عصرا واليوم 4 عصرا، غدا ان شاء الله يكون التدريب في تمام الساعه 10 صباحا على ان يكون بعد ذلك ايضا، ويتجه النادي الاهلي الى الاسكندريه استعدادا لانضمام لمعسكر مغلق لهذه المباراه. يعني ان شاء الله باذن الله لاعبتنا كالعاده في تركيز كبير واصرار، ينقصنا التوفيق ان شاء الله في مباراه طلائع الجيش. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في تدريب النادي الاهلي المقام على استاد مختار التتش. دلوقتي معانا مع